جديد على قناتكم 3D Printing بالعربي. النهارده هنعمل حاجات خفيفه كده ولذيذه وفي نفس الوقت مفيده. يلا بينا نشوفهم مع بعض. اول حاجه هنعملها النهارده هو واقي الاذن بتاع الكمامه اللي اتحط الكمامه فيه علشان ما توجعش الودن. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. ده واقي الاذن اهو بعد ما خلص شكله كده. بيتحط بقى تركب فيه الكمامه زي الصور اللي هتظهر على حياتك دلوقتي. تاني حاجه معانا النهارده هو مكعب لعبه كده انتي ستريس ضد التوتر وكده، طول ما انت عارف ممكن تلعب فيه كده لو زهقان ولا اي حاجه، ولذيذ ومسلي. يلا بينا نشوفه مع بعض. ده الكيوب اللي قلتلكوا عليه انت العب بيه كده. يعني طول ما انت قاعد كده لعبيه كده مسلي بصراحه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو حد ليه اي استفسار يحطه في الكومنت تحت، وياريت لايك الفيديو واشترك في القناه، ونشوفكم الحلقه الجايه.